أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. البداية اليوم مع صحيفة الاندبندنت، والتي نشرت مقالا تحت عنوان الجوع السلاح المختار من قبل نظام الأسد. قالت فيه: ما زالت معظمية الشام منقطعة عن العالم الخارجي منذ أكثر من سنة، حيث يقول ناشطون بأن الآلاف من المواطنين ما زالوا في تلك المنطقة التي تعاني من قطع للكهرباء والهجوم الكيميائي في 21 من شهر آب الماضي، والآن تعاني من الجوع. فالناس هناك تعيش على حمية تأكل من خلالها الزيتون وأوراق الشجر، كما أن 11 طفلاً قد ماتوا بسبب سوء التغذية. وتضيف الصحيفة بأن ما يحدث هناك ليس أمراً عرضياً، وإنما هي سياسة ممنهجة يتبعها نظام الأسد كتكتيك عسكري تحت مسمى الجوع حتى الخضوع. ويضيف ناشطون بأن عبارة إما أن تركعوا للأسد أو تموتوا من الجوع أصبحت تكتب كثيراً على جدران المناطق المجاورة للحواجز العسكرية لنظام الأسد. وتتضمن هذه الخطة العسكرية بمنع الغذاء والدواء من الدخول إلى المنطقة، مع منع الناس من الخروج من المدينة. ويستثنى من منع الخروج، تقول الصحيفة، موظفي القطاع العام والأطفال الذين يتحركون مع تفتيشهم عند كل مرور لهم، حتى لا يتم تهريب أي شيء مثل الخبز أو حليب الأطفال. وتحاول منظمة الغذاء العالمية أن تصل لأربع ملايين شخص داخل سوريا، ولكن هناك أكثر من مليون شخص عالقون في مناطق لا يمكن للمساعدات من الوصول إليها بحسب الأمم المتحدة. من جهتها لم تعلق الحكومة السورية على سياسة التجويع كسلاح في الحرب، وبأنها تكتفي بالقول بأن السكان أخذوا رهائن من قبل الإرهابيين. بالانتقال إلى موقع الجزيرة نت، والتي نشرت مقالا تحت عنوان الكبد الوبائي يجتاح ريف اللاذقية، قال فيه: سجلت المشافي الميدانية والنقاط الطبية ما يقارب من 45 حالة لإصابة بالفيروس خلال أسبوع واحد، وتعود الإصابة بالمرض لشرب المياه الملوثة وتناول الناس للأطعمة المكشوفة أو المتعفنة لعدم وجود المبردات بسبب قطع التيار الكهربائي عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وتتعزز دواعي الإصابة بالمرض، تقول الصحيفة أو يقول الموقع، في ظل افتقاد أغلب المخيمات للصرف الصحي وشروط الإقامة السليمة. ويتحدث الدكتور طارق، وهو مسؤول عن متابعة ومراقبة الأوبئة في المنطقة، عن أعراض المرض قائلاً: إنها تبدأ بألم في البطن وارتفاع درجة حرارة المصاب ووهن عام مترافق بفقدان الشهية. وينبه الدكتور طارق إلى أن المصاب إذا لم يعزل فسينقل العدوى لكل من شاطره استخدام المناشف والصحون وغيرها. وتشير إحصاءات النقاط الطبية إلى أن 60% من المصابين بالفيروس هم من الأطفال، بينما 30% من كبار السن. وفي جولة للجزيرة نت، بدت مشاهد المرض تطغى على المخيمات بينما يسكن القلق الناس الذين اضطرتهم ظروف الصراع للخروج من ديارهم فافترسهم الوباء. وأمام تزايد حالات الإصابة تعجز منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية عن توفير المياه الصالحة للشرب وتوفير السكن الذي تتوفر فيه الشروط الصحية الضرورية لإيقاف هجوم الوباء. أما النقاط الطبية والمشافي الميدانية فتفتقر للعلاجات والغرف الضرورية لعزل المصابين ومنعهم
من نقل العدوى للآخرين. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى الصحف التركية، نقرأ في صحيفة يني شفق والتي كتبت تعليقا لنائب رئيس الوزراء التركي حول دخول نائبات محجبات إلى البرلمان التركي تحت عنوان الذهنية التي حظرت الحجاب في الماضي أفلست. صرح نائب رئيس الوزراء التركي أولانت أرنج أن الذهنية التي حظرت الحجاب في الماضي في البرلمان والمؤسسات العامة التركية قد أفلست، وأضاف في تصريحات للصحفيين في اسطنبول منتقدا معارضة حزب الشعب الجمهوري اعتزام عدة نائبات دخول البرلمان التركي مرتديات الحجاب. قررت بعض النائبات ارتداء الحجاب بعد أدائهن فريضة الحج لاعتقادهن أن هذا يتناسب أكثر مع التزامهن الديني، ومن المتوقع أن تقوم تلك النائبات بدخول البرلمان بحجابهن غدا أو في وقت لاحق. نحن لا نصنف النساء وفقا لقيامهن بكشف أو تغطية رؤوسهن، هكذا يقول نائب رئيس الوزراء التركي، ويضيف هذا أمر عائد لرغبتهن وعلينا أن نحترمها. وأكد أيضا بأن ارتداء الحجاب يندرج تحت الحقوق الأساسية كحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان التركي لا تتضمن ما يمنع النائبات من ارتداء الحجاب في البرلمان، فالمادة التي تتحدث عن قواعد زي النواب والنائبات لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى تغطية الرأس من عدمه. ولفت أرنج إلى أنه من المعروف في جميع أنحاء العالم أن الحريات تشكل الأساس بينما الحظر هو الاستثناء، وبالتالي ما دام لا يوجد ما ينص صراحة على منع ارتداء الحجاب فإن ما يفهم من اللائحة الداخلية هو ترك الاختيار بين تغطية أو عدم تغطية الرأس للنائبات أنفسهن. وفي سياق متصل، عقد كمال قلنشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب التركية المعارضة اجتماعا مع بعض برلمانيات الحزب أمس لبلورة موقف الحزب تجاه نائبات حزب العدالة والتنمية واللواتي قررن دخول مجلس الأمة بالحجاب. وقد حذر قلنشدار أوغلو نائبات الحزب من إبداء ردة فعل حاد أو الاحتجاج بعنف على غرار ما قام به بولاند أجويد عام 1999، موضحا أن نواب رؤساء الكتل الحزبية هم من سيقومون بالرد اللازم على نائبات حزب العدالة والتنمية. هذا وقد أبدت حتى الآن أربعة نائبات من حزب العدالة والتنمية عزمهن على الدخول للمجلس بالحجاب. وصعد رئيس الحزب آنذاك بولاند أجويد على منبر المجلس وحرض النواب التابعين لحزبه على دخول مروى قاوقجي محجبة إلى البرلمان قائلا عرفوا هذه المرأة حدها، فنهض نواب حزبه واعترضوا على وجود قاوقجي داخل المجلس بالحجاب، وفي الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بعامين استبعد أجويد من البرلمان بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها بسبب تلك الواقعة. أعزائي المشاهدين، ونبقى مع الصحف التركية، حيث نشر موقع التلفزيون TRT خبرا عن افتتاح مركز للتطوير المالي الإسلامي في اسطنبول. جاء فيه نائب رئيس الوزراء باباجان: المركز ينطوي على أهمية بالغة في مجال تحويل اسطنبول إلى مركز مالي دولي. سينبض قلب القطاع المالي الإسلامي العالمي في اسطنبول. افتتح أمس في اسطنبول مركز للتطوير المالي الإسلامي العالمي، وهو أول ممثلية للبنك الدولي في المجال المالي الإسلامي. وحضر حفل افتتاح المركز نائب رئيس الوزراء علي باباجان ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم. وذكر علي باباجان بأن هذا المركز الذي تم افتتاحه ينطوي على أهمية بالغة
في مجال تحويل إسطنبول إلى مركز مالي دولي، وقال إنه سيتم استخدام نظام البنك اللاربوي في الدول الغربية أيضا. من جانبه أعرب رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم عن إيمانه بأن مركز التطوير المالي الإسلامي العالمي سيحقق النجاح التام بفضل المسؤولين الأتراك الذين نذروا أنفسهم للشعب. وردا على أحد الأسئلة، ذكر جيم يونغ كيم بأن البنك الدولي يقوم بكل ما بوسعه في مجال مد يد العون للاجئين السوريين، غير أنه قال أن هناك حدودا لهذا، وأضاف أنهم سيركزون جهودهم على زيادة المساعدات بهذا الصدد. هذا وسيقدم مركز التطوير المالي الإسلامي العالمي، والذي أسس بالتعاون بين البنك الدولي ومستشارية الخزانة التابعة لرئاسة الوزراء، خدماته داخل هيكل بورصة إسطنبول. أعزائي المشاهدين، صحيفة إلاف نشرت مقالا تحت عنوان تداعيات إقالة قدر جميل، قالت فيه: تتواصل التكهنات حول السبب الحقيقي لإقالة قدر جميل من منصبه، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن الموضوع ليس إلا مكافأة لنائب رئيس الوزراء السوري، ستتضح تفاصيلها لاحقا، اعتبر آخرون أن موضوع الإقالة مرتبط باجتماعات عقدها جميل مع مسؤولين أمريكيين. تقول الصحيفة أيضا: رغم الغموض الذي أحاط بإقالة نائب رئيس الحكومة السورية قدر جميل، فإن تسريبات رشحت أن تكون للقرار علاقة بتحضيرات مؤتمر جنيف 2، وكانت حكومة بشار الأسد بررت قرار الإقالة المفاجئ بغياب جميل عن مقر عمله دون إذن مسبق وعدم متابعته لواجباته كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة، فضلا عن قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة، وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة. وفي مقال للكاتب السوري المعارض سعيد لحدو في الحوار المتمدن، فإنه قال إن قدر جميل كان كلف بمهمة تقديم نفسه كمعارض للنظام، وقام بلقاء السفير الأمريكي في جنيف في 26 تشرين الأول لأخذ مباركة أمريكا لاعتماده في وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام. وأضاف لحده: ولكن عندما فاجأه فورد بملاحظة أنه كيف يمكن أن يكون معارضا في الوقت الذي ما زال يحتل منصب رئيس الوزراء، هنا تفتقت عبقرية النظام وبدأ بتنفيذ الخطة ب، وذلك بتنفيذ عقوبة الإقالة لقدري، وربما بدري قد تكون أصح، شكلا ليحتل الآن رسميا موقع المعارض. وتقول صحيفة ديلي تيليغراف إن جميل كان ينظر إليه على أنه الوزير المقرب من روسيا، وإن إقالته قد ينظر إليها على أنها رسالة إلى الكريملين. وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من أن روسيا حليفة للأسد، توجد تقارير عن أن روسيا تأمل في استبدال الأسد برئيس آخر يمكنه تقديمه كرئيس توافقي. بهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة، إلى جولات أخرى في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.